بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نور دبي والنابودة والصكوك الوطنية ونخيل ومجموعة البوم الدولية ترحب بكم في هذا المساء متمنية للجميع قضاء ليلة ملؤها الإيمان. ليلتنا هذه هي الليلة العاشرة من ليالي ملتقى رياض الجنة، وهي الليلة 18 من ليالي شهر رمضان. أيها الأحبة في الله، إن خير المجالس وأزكاها وأطهرها وأشرفها وأعلاها قدرا عند الله وأجلها مكانة عنده مجالس الذكر، فهي حياة القلوب ونماء الإيمان وزكاء النفس وسبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي مجلس من مجالس الذكر تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، يسعدنا أن نلتقي بضيف عزيز على القلوب ليحدثنا عن موضوع بعنوان وإن تطيعوه تهتدوا. فإلى المحاضرة ومع المحاضر فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني نمضي أنفس اللحظات. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على الناس هو ميثاق العبودية. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فقال: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والواقع أنه لا يذكر أحد منا هذا الميثاق، لذلك لم يعلق الله عز وجل التعذيب ولا المؤاخذة بهذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكر بهذا الميثاق، وعلق المؤاخذة على بلوغ كلامه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ومعنى العبودية أن لك سيداً آمراً، وأنه لا يجوز لأحد مطلقاً أن يقول أنا حر، لأن قول القائل أنا حر معناه أنا منفلت، وهذا ليس من شيمة العبد. إن الله عز وجل ضرب ذل العبودية على الناس، فهو إن لم يذل اختياراً أذله اضطراراً، كما قال تبارك وتعالى:
إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه هي عبودية الاضطرار، يعني هو عبد رغم أنفه، لا يستطيع أن يمضي شيئا إلا إذا قدره الله عز وجل له أو عليه. فطريق العبودية إذن طريق طويل، وفي طريق العبودية منازل يتقلب المرء فيها حتى يصل إلى ربه. فكل صفة مع ضدها منزلتان، مطلوب من كل من العبد في كل منزلة عبودية. فمثلا الفرح، هذه منزلة ينزل فيها العبد، لها ضوابط، ضدها الحزن، للحزن عبودية أيضا. الرأفة والرحمة يلزمها عبودية. وقد استشكل بعض الناس صنيع الفضيل بن عياض يوم مات ولده علي، وقد ذكر العلماء في ترجمة علي بن الفضيل أنه كان أخوف من والده، وكان أرق قلبا من والده، مع ما نعلمه عن الفضيل بن عياض من الإخبات والزهد والخشوع، والله حسيبه. فلما مات علي جعل الفضيل يضحك في جنازته، فسأل بعض الناس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقالوا له: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم بينما يضحك الفضيل بن عياض لما مات ولده علي؟ آل فضيل بن عياض كان أرضى للقضاء، أرضى بالقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب شيخ الإسلام إجابة مسددة رحمه الله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدى العبودية على وجهها، فأدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى على ولده، وأدى عبودية الرضا فقال: ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض لما تزاحمت العبوديتان في قلبه لم يتحملهما، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة، فهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل. إذن وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تحقق العبودية حتى تصل إلى المنزل. هناك منازل للسائر إلى الله ينزل فيها، وهذه المنازل كلها إنما تخص القلب بالأصالة، إنما تخص القلب بالأصالة. ولذلك وضع في طريق العبد مشاكل، وضع على الرصد شيطان رجيم لا يقبل فدية منك أبدا، إنما يريد إهلاكك. يعني شيطان الإنس قد يقبل منك فدية، تعطيه رشوة، تخدمه، يتركك. إنما شيطان الجن لا ينفع معه فدية، ليه؟ لأنه لا يبغي إلا إهلاكك. فكل سهم يسدده إليك إنما يقصد به قلبك. وهناك سورة نحن نقرأها لكن قل من يقف عند معناها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ألا تلاحظ قوله تعالى يوسوس في صدور الناس وليس في قلوب الناس؟ لهذا سر، فإن القلب كمثل القصر، وكل قصر له فناء. فتصور مثلا أن عاصفة رملية هبت
ما الذي يحدث؟ بناء القصر يردم بالرمل أو بالتراب، ولا يدخل من التراب أو الرمل إلى القصر إلا بقدر النوافذ المفتوح. تمام؟ إذا كان صاحب القصر رجلا نظيفا يستدعي الكناسين يكنس القصر، فبأقل قدر من الجهد يرجع نظيفا. لكن تصور أن صاحب القصر مهمل، هبت عاصفة رملية فتركها، وهبت أخرى فتركها، وهبت ثالثة فتركها، يصبح حينئذ إزالة هذه الأتربة من العناء المعنى. كذلك القلب، فهذا الصدر هو فناء القلب، فإذا أرسل الشيطان سهما إلى القلب فإنما يسقط في الفناء ولا يدخل القلب. إذا كان صاحب القلب مهتما به أغلق نوافذه وأبوابه، فلا يدخل شيء من كيد الشيطان فيه، إنما يستقر هذا كله في فناء القلب، فمن السهل دفعه طالما أنه لم يستقر في القلب. فكل الوساوس إنما تسقط في الفناء ولا تصل إلى القلب. طيب، متى تصل إلى القلب؟ إذا أهمله صاحبه. فإذا سدد الشيطان سهما ثم سهما ثم سهما ولم يعمل صاحب القلب شيئا، انتقل الشيطان فسكن في فناء القلب في الصدر حتى يصل به الحال أن يلتقم القلب كله، والعياذ بالله. عشان كده القلب أنفس مضغة في الإنسان، إنما يوزن المرء به يوم القيامة. عشان كده كان العلماء القدامى يهتمون بقلوبهم غاية الاهتمام. يعني في تاريخ الرقة لأبي سعيد القشيري ذكر حكاية طريفة، قال إن ميمون بن مهران، وكان ميمون بن مهران راويا ثقة، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان له ولد يقال له عمرو، وكان عمرو أيضا ثقة في الحديث. فقال عمرو بن ميمون، فقال ميمون بن مهران لولده عمرو: يا بني خذ بيدي إلى الحسن، حسن والحسن البصري، وكان في بصر ميمون شيء. قال عمرو: فانطلقت بالشيخ أقوده حتى وصلت إلى قناة ماء ولم يستطع الشيخ أن يعبرها، قال: فعبر على ظهري، ثم أخذت بيده فذهبنا إلى بيت الحسن، فطرقنا الباب فخرجت الجارية، قالت: من؟ قلت: ميمون بن مهران. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون حتى على نحيبه. فخرج الحسن فلما رآه اعتنقه ودخل، فقال ميمون: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلن لي، أي كل لي شيئا يلينه، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ميمون حتى أغشي عليه، وجعل الحسن يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوح. فأفاق ميمون ابن مهران، فقالت الجارية: اخرجا، فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. فلما خرج عمرو بأبيه قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: أجل يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. هو تصور أن الحسن البصري سيلقي خطبة عصماء أو سيقول كلاما من كلامه الجميل
الذي يقول فيه بعض العلماء كان يشبه كلامه كلام الأنبياء. حسن البصري له كلام جميل، يعني يقول مثلا في العصاة، يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وكان يقول أيضا: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. له كلام جميل الحسن. فعمر بن ميمون تصور أن الحسن سيقول كلاما من هذا الجنس يعني. لكن ما الذي قاله الحسن؟ تلا ثلاث آيات من آخر سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني أنا عايز أعمل الآن دراسة جدوى لحياة إنسان، وربما يندهش الكثيرون من هذه الدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فحناخد شريحة من العمر من الناس، رجل يموت على رأس 60 سنة، عن كم سنة يحاسب يا ترى؟ لا يحاسب إلا إذا بلغ، والبلوغ ممكن يستمر من 12 ل 15 سنة. أنا هنقول 12 سنة. 12 سنة لا يحاسب عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن 3، منها الصغير حتى يحتلم. ثم هو ينام 20 سنة، 20 سنة نوم. لما تحسب بقى 8 ساعات في 60 يطلع 20 سنة. آدي 20 وآدي 12 بقى 32 سنة لا يحاسب عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن 3 فقال منها، فذكر منها والنائم حتى يستيقظ. يبقى أنا عندي 32 سنة لا يؤاخذ المرء عنها بين يدي ربه. كم بقي له من عمره؟ بقي 27 عاما تأبيدا، يعني بعد 25 سنة يطلع براء، ولا يقضي مدة السجن ويطلع سجن الدنيا. 27 سنة. 27 عاما أيها التجار الذين يعرفون دراسة الجدوى، ولو دخل أحدهم السوق فخسر مالا لكان حزينا عليه. 27 عاما هذه لو كان المرء فيها ملكا متوجا ما ذاق الهم ولا الغم ولا المرض، وإذا أشار بيديه وقف الناس جميعا. لو أنه كان سيدا مطاعا وظل 27 سنة في هذه السيادة، هذا يساوي ما يستقبله من موت لا يدري متى يبعث؟ أين القبور من عهد عاد؟ ألوف السنوات مرت على موتى، خفت الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. المكان الذي نحن نقعد عليه الآن مقبرة لقرون خلق قبلنا، وهكذا أديم الأرض جميعا من هذه الأجساد. بعدما الإنسان يموت ولا يدري كم يبعث، بعد كم يبعث، وبعدين ينفخ في الصور، وبعدين ياخذ 50 ألف سنة، يرى الصحف تتطاير، ده رايح الجنة وده رايح النار، أفئدتهم هواء، ليس في صدره قلب من الرعب، ولا يدري أيساق به إلى جنة أم إلى نار. ده بعد 50 ألف سنة. وبعدين بعد 50 ألف سنة يأخذ كتابه بشماله وبعدين يدخل النار؟ كل جاء عشان 27 عاما فقط؟ هذه السنين. أفرأيت إن متعناهم سنين، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذي ما ذاق مرضا قط ولا ذاق هوانا قط، أنعم الناس، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وأفقرهم فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أدل الحسن البصري ذكره. فعمر بن ميمون يقول لأبيه: أهذا هو الحسن؟ كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمرو: فضرب أبي بيده في صدري وقال: يا بني، لقد قرأ عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيك. الكلوم للجراح، آيات لا تغادر سمعك إلا وتجرح قلبك. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي قبوت. لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فالقلب أنفس ما فيه ويوزن العبد به. ومن علامات عجز المرء الكامل أن هذا القلب الذي هو قوام حياته لا يملكه. إنسان أحيانا يغلب على حب إنسان آخر حتى يكاد يتلف ويشقى به شقاء بعيدا، فيقال له انزع، يقول له: لا أستطيع. لو كان قلبك بيدك ما كفرت طرفة عين، لكن ليس بيدك، إنه ملك الرب تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه يشير إلى هذه الآية الباهرة فيقول: لا ومقلب القلوب. هذا القلب النفيس هو بغية الشياطين جميعا، وأنت لا تستطيع أن تواصل سيرك إلى الله بجد إلا إذا حافظت على هذا القلب. فأنا بالله أسألك، أنت قد تكون صاحب مؤسسة تجارية كبيرة، لك مستشار قانوني ولك محاسب، فهل لك مفتي؟ يعني تجارة البيوع الأصل فيها الحلم على عكس العبادة، العبادة الأصل فيها الحرمة حتى يرد لك دليل بالإذن. يعني ما ينفعش مثلا بعد ما أخلص صلاة الفرض أسجد لله سجدة. ليه؟ فلماذا تتحرى السجود بعد كل فرض؟ جبتها منين دي؟ لو كان خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرشدك إليه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنا أحب أن أكون قريبا من ربي وهو ساجد، فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث
ما كان يتحرى السجود إذا أراد أن يدعو، إنما كان يدعو في سجوده، لا أنه إذا أراد أن يدعو سجد. فحينئذ نقول له: هذه بدعة، لا تعبد الله على مزاجك، فإنك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه. يبقى لا تتقرب إلى الله إلا بما أذن لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. البيوع على العكس الأصل فيها الحل حتى يرد دليل بالحرمة. طيب، النهاردة الأمة المسلمة أمة تعاني ضعفا وهوانا لا يخفى على ناظر، وتخلفت كثيرا عن ركب الحضارة، وصار أعداؤنا هم المنتجون ونحن المستهلكين. طيب، الرجل المنتج كافر، مسألة حلال حرام دي مسألة لا تعنيه في شيء، هو الذي يعنيه المكسب، فيقوم يضع من القوانين ما يضمن له المكسب. طب أنت رجل تاجر مسلم تريد أن تشتري بضاعة من منتج كافر، خلاص، ألا يكون لك مبتي؟ تعرض عليه الشروط، تقول: والله أنا عرضت علي الصفقة الفلانية، اقرأ الصفقة دي، لو أي شرط من هذه الشروط حرام أنا أتركه. فيقول لك مثلا: ده حرام، الصفقة لا تحل به، أو ده ممكن يكون البديل كذا، أو ده مكروه. أيوه، تكون أنت على بصيرة من أمره، وأنت بتجمع المال لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وظيفة المال كما في صحيح مسلم، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، كل ما تكلمه يقول لك: فلوس، معاك درهم تبقى تسوي درهم، معاك جنيه تسوي جنيه، مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالي إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذه وظيفة المال. فأنت لما تترك بقى الملايين وراك لمن؟ عايزين دراسة جدوى، نقف لمجرد لوجه الله كده، نقف ونسأل أنفسنا: نجمع هذا المال من الحرام أو من الشبهات لمن؟ هيروح للوريث حلال زلال لا إشكال فيه، وأنت تسأل عن كل من لي من فيه. يعني الواحد يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويسأل يوم القيامة سؤال الأغنياء؟ فالنهاردة أنت يجب عليك وجوبا أن يكون لك مفتي، لا سيما المفتي لا يتقاضى ماله، المحاسب يأخذ فلوس، والمستشار القانوني يأخذ فلوس، والمفتي لا يأخذ أجرا. ممكن تأخذ معه ساعة على التليفون، عمال تستشيره وتقول له: السلام عليكم، وتحط سماعة التليفون وخلصنا على كده. ممكن تاخده معاك في رحلة ولا بتاع عشان يشوف البتاع ده مجانا، ومجانا ومع ذلك هين على الناس. ليه؟ الإمام البخاري والده كان تاجرا، وكان تلميذا للإمام مالك، وتلميذا لحماد بن زيد وإسماعيل بن علي. يقول الإمام البخاري أن والده لما مرض دعا ولده محمدا، محمد إسماعيل البخاري، وقال له: يا بني، اسمع كلام الناس التجار الذين يعرفون لماذا يجمعون المال أو كيف يجمعون المال. قال: يا بني، تركت لك 1000 درهم، 1,000,000 درهم، يعني ما أعلم درهما فيه شبه، مش ما أعلم درهما حراما، لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. طب جات له ازاي دي؟ تلميذ مالك، كلما أراد أن يعقد صفقة سأل مالكا، سأل حماد بن زيد، سأل إسماعيل بن علي، فنجا. يبقى إذن عدم الاكتراث بالنظر إلى العالم هذه مشكلة كبيرة تهدد قلب الإنسان. إنسان بيمرض أي مرض عضوي يذهب إلى آخر مكان في الدنيا طلبا للعلاج، وممكن ينفق ما جمع في حياته حتى يفلس دفعا لهذه العلة. فإذا ما قسى قلبه لا يكلف خاطره أن يرحل إلى عالم ليجلو قلبه، أو أن يستفتي عالما ليجلو قلبه. هذا القلب أنفس ما فيه،
وزي ما بقول الشياطين كلها بتتصارع لإحراز هذا القلب، فإن نجوت به فقد نجوت فعلا، وتم سيرك أتم سير إلى منزلك. طيب، إذا كان الأمر كذلك وطريق العبودية طويل والشياطين على الرصد، تعرف الشيطان ده بيلبس لك ألف وش، أنت رجل تقي يدخل لك من باب التقوى. طب يدخل لك من باب التقوى يعمل معاك إيه؟ يوقعك في البدعة. الشيطان بيسلك إلى الإنسان عدة أبواب: الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة، بل يسلك إليه طريق المباحات. إزاي؟ يأكل لحد ما يملى بطن. طب ما هو الأكل حتى الشبع ده مباح ليس حراما، أنت أكلت حلال صحيح وملأت بطنك صحيح، لكن نمت وكان من عادتك أن تقوم الليل فنمت، يبقى ضيع عليك قيام الليل. عملت مباح صحيح، لم ترتكب حرام. فهو الشيطان لابد أن يأخذ منك أي شيء، مش عارف يطلعك بره الطريق يكعبلك على ما تقع على وشك وتقوم وتقعد تمسح وشك كده وتعمل اللي مش عارف ايه، عطلك عن السير. فهو إن لم يزل قدميك عن الصراط يعطلك عن السير. إن الشيطان الإنسان عدو مبين. طب أنت سائر بقى إلى الله عز وجل، عملت تقلب في منازل، من ضمن المنازل أو من أهم المنازل التي ينزل العبد فيها منزلة الرجاء، وهذه المنزلة هي التي أريد أن ألقي عليها ضوءا يسيرا في هذه المحاضرة. منزلة الرجاء اللي هي منزلة الطمع، الطمع كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. منزلة الطمع دي أو منزلة الرجاء هي تمني الحصول على الثواب بغير استحقاق. ما هو طمع يعني طمعان فيما ليس له فيه. طيب، فلنقرر أولا أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. خلاص اغسل إيديك، إن عملك وصلك، حتى لو كنت أجد الخلق فلن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا أن عمله لا يدخله الجنة. يبقى ما بقي إلا الطمع. الرجاء في ثواب الله تبارك وتعالى. والناس راجيان، طائع وعاصم، فالطائع يرجو أن يقبل عمله والعاصي يرجو أن يغفر له. وقد اتفق العلماء جميعا على أن الرجاء لا يقبل إلا بعمل، فإن خلى الرجاء من العمل فهو الغرور والكسل. خلاص، يبقى الإنسان الذي يتمنى على الله الأمان ولا يعمل ده مش موضوعنا الآن. موضوعنا في رجلين: طائع وعاصم. طائع يرجو أن يقبل عمله وعاصم يرجو أن يغفر ذنبه. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالراجي لا يترك عملا مهما كان دقيقا إلا ويعمله لعل نجاته فيه. يعني أنتم تعرفون إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تشرب من بئر إذ وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فنزعت موقها ونزلت فملأته ماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. أنا بقى عايز أفهم، يعني
لو واحد منا ألقيت عليه هذه المسألة، امرأة تتاجر بعرضها محترفة الزنا، سقت كلاب الدنيا، ده يساوي زنية؟ وما سقي كلب، ده اسمه كلب. هذه امرأة فعلت هذا الشيء، شكر الله لها فغفر لها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. قال احنا بنمشي في الشارع بنلاقي مثلا الزجاج المكسور والكلام ده، انت ممكن وانت ماشي كده الزجاجة المكسورة تاخدها ترميها على جنب يكون فيها نجاتك وانت لا تدري، لأن الذي يثيب هو الذي لا يسأل عما يفعل ولا يقال له لما ولا كيف. لأجل هذا الراجي لا يترك عملا مهما كان صغيرا. وتأمل هذه الحكاية، وهي حكاية صحيحة الإسناد، رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو بيحتضر وكان أولاده حوله، فقال لهم: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ قال: كان رجل راهب في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، وكان ينزل للبلد يوما واحدا في كل سنة أو في كل شهر، كان ينزل يوم واحد. انت عارف الرهبان اصحاب الصوامع زي جريج العابد كده. جريج العابد لما عمل لنفسه صومعه واعتزل الناس، الصومعه دي كانت فوق وما كان لهاش سلم، طب وما كان بيطلع لها ازاي؟ كان رابط فيها حبل من فوق، ينزل على الحبل ولما يحب يطلع يطلع على الحبل وهم واخد الحبل فوق عشان ما فيش حد يطلع او سلم. هتلاقي واحد كل شويه طالع له خبط عليه يقول له: عايزين والله يذكرنا بالله ولا بتاع، يقعد يضيع له وقت. هو رجل عابد بقى شغلته بقى يعبد ربنا كده. فكان بينزل يوم 70 سنة عباده، ففي يوم من الايام نزل فراى امراه جميله سرقت قلبه وخلبت لبه، فكان معها 7 أيام ضاجعها في الحرام 7 أيام، ثم أفاق. الغشاوة اللي على عينه دي أفاق منها. تعرف الإنسان إذا رأى المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. ممكن المرأة تكون في غاية القبر تشوفها تقطع الخلف من منظرها، ومع ذلك أول ما تشوفها والشبك وقوة الشبك تحس إن إيه، زي ما يكون لوحة لبس نظارة كده، ها، رآها على غير حقيقتها. ده اللي حصل لهذا العمل. أغشي علي رأى امرأة جميلة بعد ما قضى وطلوا أفاق وندم أشد الندم، فجعل لا يخطو خطوة إلا سجد سجدة. شوف بقى عربان، كل خطوة يمشي يوم سجد سجدة، يقوم يمشي خطوة يسجد سجدة، وهكذا. فضل ماشي 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 لحد ما وصل لمجموعة من المساكين، كانوا 12 مسكين، كان تعب جدا. أول ما وصل لهم رمى نفسه فاستور. 12 مسكين دول كان فيه راهب بيتصدق على 12 مسكين ب12 رغيفا في اليوم، كل واحد من المساكين دول له رغيف. طيب لما الراهب الجديد ده جا ورمى نفسه وسطهم، مش بقوا 13 زاد واحد؟ فجا الراجل معاه الجرايه بقى للخبز ده ولا، وقعد يرمي الواحد، كل واحد رغيف رغيف رغيف. فالمهم الراهب الجديد ده، الضيف الجديد ده، خد رغيف. اخر واحد اللي هو بقى رقم 13 بعد حلول الضيف الجديد ملوش رغيف. فبيسأل الرجل بيقول له: أين رغيف؟ قال: ما كتمتك شيئا. وسأل بقى الجماعة: حد خد رغيفين؟
لا ما فيش حد غيره غير الرغيف. فقال له لا أنا عايز رغيف. قال والله لا أعطيك رغيفا سائر اليوم. قالكش عندي رغيف. الراجل بقى الضيف الرايق ده سمع بقى المحاورة دي أم الرغيف اللي معاه أم رميل مين؟ رمال الراجل صاحب الرغيف الأصل اللي بياخده كل يوم. ثم مات من ليلته فوزنت السبعون عاما عبادة بسبع ليال فرجحت السبع ليال ووزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف. يا فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ايه رغيف؟ انك ما تدري. وكان بعض السلف وهو في مرض الموت كان يقول يا ليته كان جديدا يا ليته كان كله. فلما أفاق سأله أولاده قالوا يا أبانا سمعناك تقول يا ليته كان جديدا يا ليته كان كله. قال نعم تصدقت بثوب قديم فعرض علي ثواب الجديد فقلت يا ليته كان جديدا ومر بي مسكين ومعي رغيف فأعطيته بعض الرغيف فلما عرض علي ثواب الرغيف قلت يا ليته كان كله. يبقى الراجي طامع، الراجي طامع، والراجي لا يترك شيئا من العمل ولو أن تفرغ في دلو من دلوك في دلو أخيك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. العلماء لهم صفوف نظر، سألوا سؤال قال لك أيهما أفضل، الراجي المطيع أم الراجي العاصي؟ رجل له طاعات فهو يرجو أن تقبل، ورجل مذنب يرجو العفو، من أقرب؟ فبعض العلماء قالوا الراجي الطائع أولى. ليه؟ لأن أسباب الرجاء معه. مطيع يقول يا رب أمرتني أن أصلي فصليت، أمرتني أن أزكي فزكيت، أمرتني أن أصوم فصمت، أن أحج فحجج، نهيتني أن لا أفعل كذا ففعلت، تمام؟ فاغفر لي يا رب. يبقى هذا الرجل الطائع معه أسباب النجاة، قال لك فده أقرب في باب الرجاء. آخرون قالوا لا ده المذنب خائف، وإذا انضم الخوف إلى الرجاء أحدث كسرة في القلب، فلا يزال العبد خائفا من ذنبه حتى ينجيه هذا الذنب. وذكروا له كلام يحيى ابن معاذ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب معصية أورثت عزا واستكبارا. قالوا ولأن الطائع قد يخشى عليه العجب، ها اللي هو رؤية العمل. ومر واحد من الناس ذهب لبعض العلماء فقال ادعوا الله لي، دعوا دعوة عجيبة أوي. قال أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك، ألا يذيقك طعم نفسك. طعم النفس هو حظ النفس، ده من الآفات ومن علل العمل. تعرف الإنسان الطائع، أنا راجل بقى كل حاجة بعملها الحمد لله ما أدخل الجنة إن شاء الله كده، فلا يزال يرى حظ نفسه حتى يهلك. يعني مثلا عندنا حديثان، لرجل رأى عمله فهلك. الحديث الأولاني في صحيح البخاري، حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف. من اللي بيحلف علي ده؟
من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عمله. واحد بيقول لواحد لا يغفر الله لك تعرف. في الحديث الثاني رواه أبو داود وأحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، كان أحدهما مجدا والآخر مقصرا. كل ما يلتقوا المجد يقرع المقصر، لحد ما التقوا في يوم من الأيام فقال المجد للمقصر: إنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا وكذا. فضج المقصر منه وقال: أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خلني وربي، سدني من ربنا تمالك. فقال له المجد: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر. إذا الرجل الذي يرى حظ نفسه يهلك. طيب متى ينجو الطائع من حظ نفسه؟ لا أذاقك الله طعم نفسك إذا أضاف الخوف إلى رجائه، إذ لا يسلم الراجي أبدا إلا إذا خاف. عشان كده العلماء قالوا: لا يسير القلب إلى الله عز وجل سيرا حثيثا إلا إذا استكمل ثلاثة منازل ضرورية: المحبة والخوف والرجاء. فمثل المحبة مع الخوف والرجاء كمثل الطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكاسر. هيقع أي صياد يقابله على طول هياخده على طول، ليه؟ مش عارف يطير. فلا يسلم من تسلم منزلة إلا بالمحبة، والمحبة دي يعني هي التي تهون هجير الدنيا على العامل، المحبة دي. وسبحان الله، المحب لا يرى كلفة في عمله، والمحب منفعل لمن يحب حتى لو كان أمر حبيبه على كره منه. ألم يقل الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا كلام رب العالمين. بقول يعني لو قلت له اقتل نفسك أو اخرج من دارك لا يستجيب إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. إذن المحب لا يرى كلفة في أي أمر يأتيه من حبيبه، ليه؟ لأنه منفعل لمراضيه. وهذا القانون يا إخوانا قانون كل بر وفاجر. القانون ده مش قانون الناس الملتزمين ولا قانون الناس المتعبدين، ده قانون العشاق. حتى العشاق هذا هو قانونه. يعني شوف المتنبي بيقول إيه. وطبعا المتنبي ما كانش يعني منطلق يعني من قاعدة شرعية ولا كان منطلقا من نص ديني، لا، المتنبي رجل شاعر كان يقول: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا، أي وجدنا يعني وضع المصدر مكان الفعل، وجداننا كل شيء بعدكم عدم إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما أنت مبسوط كويس وتعال الكلام ده مفيش أي مشاكل، تمام. وقال القائل الآخر:
يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري ويوهمني كطول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظفر بنوري إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. أهدى محب قول له أنت هجرتني صحيح وهجرت ده قطع قلبي بس طالما أنك أنت مسرور أنا خلاص مسرور أنا منفعل لك حتى وإن كان الذي فعلته يقصم ظهري فأنا منفعل لك. وشوف الثالث كمان بيقول إيه بل وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع ما اسمعش إلا منها بس. كذلك المحب لا يصغي إلا إلى كلام حبيبه. عشان كده تشوف السلف القدامى كان الواحد منهم يبذل حشاشة نفسه ولا يغادر أمر الله ورسوله. ليه؟ لأنه لا يتلقى إلا منهما. ورب العالمين تبارك وتعالى بيّن لنا أن المحبة هي الاتباع. أنا ذكرت الأشعار دي حتى أبين لك أن هذا قانون كل بر وفاجر. إن المحب إذا صدقت محبته لا يستطيع أن يخالف حبيبه أبدا ولو أمره بإتلاف نفسه. فما بالك إذا كان هذا لله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى المحبة هي الاتباع. ومن أجود ما أنت قارئ ومن أجود ما أنت سامع هذا الخبر الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داري. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه غير مسلم كالطبراني وغيره. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب أول ما هاجر إلى المدينة. وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين أرضي وعلوي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يظل في السفل الدور الأرضي. قال له أبو أيوب يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. يعني أي واحد عايز النبي عليه الصلاة والسلام لو هو في الدور الثاني هيكشف البيت الدور الأرض هو طالع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشفقته ورافته قال له لا السفل أرفق بنا أصحابي ييجوا ويروحوا ويخرجوا والكلام ده حتى لا يكشفوا دارك. ماشي. الليلة الأولانية ظل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار وأبو أيوب صعد إلى فوق. قال أبو أيوب فبينما أنا أمشي بالليل يعني إذ فزعت وقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله. إزاي تبقى رجلي فوق راسه. أول ما قرع هذا الخاطر قلب أبي أيوب ما استطاع أن يمشي. ركن كده فضل محبوس في الركن ده حتى الصباح. في رواية الطبراني قال وانكسر لنا حب الحب اللي هو الجرة العظيمة اللي بيخزن فيها الماء. قال فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غير خشية أن ينزل قطر من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت نزلت فقلت له والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. قال أبو أيوب وكنت أرسل إليه الطعام والشراب فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأكل فنتحرى مواضع أصابعه وفمه. يشرب من مكان ما شرب ويأكل من مكان
ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه المباركة في الطعام. قال فأرسلت إليه ذات يوم بصلا أو قال ثوما فلم يأكل. قال ففزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله لما لم تأكل منه؟ أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي. يأتيه جبريل عليه السلام يناجيه بالقرآن ريحته بصل يؤذي صاحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوفى من عرفته الدنيا وأرعى إنسان لحقوق الصحبة. والله ما رأيت أحدا أتى بالصحبة على وجهها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال بينما أنا دخلت الجنة البارحة في المنام يعني فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. ومن هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وكان جالسا فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليت أغار؟ أغار منك أنت؟ سبحان الله، يراعي حقوق الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام يراعي حقوق الصحبة. عمر يغار يراعي غيرة عمر في النظر إلى حريمه، فكيف يؤذي صاحبه إذا أتى جبريل عليه السلام يجيب القرآن؟ قال أبو أيوب أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال أبو أيوب المحب، وهذا محل الشاهد من الحديث، قال يا رسول الله لا جرم أكره الذي تكره حتى وإن كان حلالا. أنت ما بتاكلش البصل، أنا لن أكل البصل، أنا كمان أنا عارف أنه حلال ولن أمتنع منه تحريما، لكنني أمتنع منه محبة وانفعالا لامتناعي. أهو ده يلتقي مع الكلام اللي احنا بنقول، سان المحب إنما ينفعل لمراضي محبوبه حتى وإن صعب المرتقى. ونحن نعلم مقياس الحب الحقيقي بمثل هذا الاتباع. يبقى المحبة هي الرأس، رأس القلب إذا كان سائرا إلى الله. الخوف والرجاء جناح الطائر، لا يستقيم له طيران ولا يبلغ المنزل إلا إذا سلم الرأس وسلم الجناحان. وأختم بحديث رواه الإمام مسلم، كلام طويل، منزلة الرجاء أو منزلة الخوف ومنزلة المحبة الكلام فيها طويل. أختم بحديث رواه الإمام مسلم وهو عند البخاري، لكنني فضلت سياق مسلم لأن فيه الشاهد الذي أريده وهو يناسب موضوع اليوم. رواه مسلم من حديث أبي عروة البصري الإمام معمر بن راشد الحداني قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأبنائه قال أسرف رجل على نفسه ولم يعمل حسنة قط فجمع أبناء. وأنا لا أذكر لفظ مسلم وحده إنما أذكر ألفاظ بقية الكتب زي مسند أحمد وغيره. قال لأبنائه يا بني كيف كنت لكم وأنا حي، يعني كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال سأوصيكم إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي
ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الرجل ده ما جنايته اللي هو بيقول لك يعني لا يعذبني عذابا وعايز يهرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري أن هذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور. يدفنوا الميت يوم داخل القبر واخد الكفن وسايب الميت عريان. النهاردة ده زمان. النهاردة بيسرقوا الجثث. جماعة طلبة الطب والكلام ده يروحوا للحانوتي الراجل بتاع القبور يقول له عايزين جثث. عايزين العظم والكلام ده عشان نتدرب عليه ونتعلم عليه. يوم فتح القبر ويسرق الجثة كلها. مش بيسرق بقى كفن. ودلوقتي بقى التجارة الرائجة الآن قطع غيار. ياخدوا البني آدم يخطفوه يبنجوه وبعدين يبتدي يفصصوه بقى. يبيعوا الكبد بتاعه، يبيعوا عينيه، يبيعوا رجله، يبيعوا القرنية. قطع غيار. يعني ده سرق كفن بس. ها؟ ويقول لك لئن أدركني الله ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قالوا له خلاص مات الراجل، نفذوا الوصية بتاعته، جاء حولعوا فيه حرقوه وقعد يدقوا بقى في العظم بتاعه لحد ما بقى الراجل كله على بعضه كوباية رماد كده. وانتظر بقى في يوم عاصف وبتاعه والكلام ده. وبعض الروايات قال قسموا التراب بتاعي ده ثلاث أقسام، قسم رموه في البحر وقسم رموه في البر وقسم طيروه في الهواء. كل ده ليه؟ حتى يعجز ربه بزعمه. المهم عملوا المسألة دي، فالله عز وجل أمر الأرض أن ترد ما أخذت، ثم قال له كن فاستوى بشر. قال ما حملك على أن فعلت؟ قال خشيتك يا رب. قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. ده الحديث الأولان العجيب اللي الزهري بيقول لمعمر ألا أحدثك بحديثين عجيبين. ده الحديث الأولان. الحديث الثاني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، تركتها تموت هزلا. قال الزهري بعد هذا الحديث لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. يعني الكلام ده يتكل على الرجاء، ييأس من الخوف. وهو لازم الرجاء والخوف يكونوا الاثنين متعادلين. إذا غلب الرجاء دخل المرء مرحلة الغرور، وإذا غلب الخوف دخل المرء مرحلة اليأس، فربما كفر إذا علم أنه لا ينجو. فعايز يقول لك أدي رجل مثلا فعل ذنبا عظيما، ولمجرد أن كان في قلبه خشية ورجاء أن يغفر الله له، أو رجاء أن يفر من الله حتى لا يقع تحت العقوبة، غفر الله له. وامرأة لها عمل، عملت أعمال صالحات كثيرة، ومع ذلك دخلت النار في هرة حبستها، لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا وإياكم بالإيمان، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، والله نسأل أن يضاعف لشيخنا الأجر والثواب. وردتنا فضيلة الشيخ الكثير والعديد من الأسئلة. جميع الأسئلة صدرت بقول السائل إني أحبك في الله. يقول السائل سمعت حديث إذا علم الناس ما في الصف الأول لاقتتلوا عليه، أو بما يعني معنى الحديث، فما صحة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. أما هذا فحديث صحيح، واللفظ المشهور لاستهموا عليه، أو اللفظ الآخر لكانت قرعة. يعني الحرص على الصف الأول، لو دخل اثنان فوجد فرجة في الصف الأول
لا يعني يترك الرجل الصف الأول زهدا زي ما احنا بنرى يعود يتعزم لا والله تفضل لا والله انت تفضل لا والله لازم تفضل لا لا إثارة في باب الطاعات لا إثارة في باب الطاعات. طب ليه الصف الأول كان بهذه المثابة؟ يبينه قول الله عز وجل لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. لما تندب إلى طاعة ينبغي ألا يسبقك أحد لأن هذا دال على الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان اللي هو بيتخلف قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال لا يزال أقوام يتخلفون لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. يعني يفضل مثلا إيه مش عايز يجي في الصف الأول ما يصلي في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع فلا يزال هذا دابه حتى يؤخره الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا. رجل يبلغ من العمر 25 عاما وهو يحب شراء وجمع السيارات الصغيرة ذات التحكم من بعد، فهذا يعتبر في حقه من إضاعة المال؟ وما الضابط في الملهيات والهوايات؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن جملة هذه الأربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وينبغي أن تكون طموحات المرء كبيرة. فقراؤنا كثيرون جدا الذين لا يجدون العلاج، الذين لا يجدون المسكن، الذين لا يجدون الطعام بالملايين، وأموال المسلمين ضاقت عن حاجات الفقراء. فأنا لا أتصور رجلا عمر قلبه بالإيمان ويعلم أنه يقف يوم القيامة وحده بين يدي ربه فيقول له كيف أنفقت مالك؟ يقول لي يا ربي كنت بجيب سيارات عن بعد وبتحكم فيها وبخبطها في الحيطة وبكسرها وبجيب غيرها وبجيب موديلات جديدة والكلام ده. هذا جواب لا يشرف الإنسان ولا يبيض وجهه. فلذلك نحن ننصح هذا السائل ونقول له إن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، فينبغي أن تتقي الله تبارك وتعالى ولا توجه مالك إلا لما يفيدك يوم القيامة. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. جزاك الله خيرا. يقول السائل يا شيخ ما هي وسائل الثبات على الطاعة والاستقامة والالتزام، وما هي وسائل إثرائها في النفس؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا طبعا سؤال طويل والإجابة عنه أطول، لكن أنا سآخذ شريحة منه مهمة وقد علمتها بالتجربة. رعاية تراجم الصحابة والتابعين وأهل العلم، يعني تراجم الصحابة التابعين العلماء، تقرأ وتدمن قراءة هذه التراجم وتأخذ النكات التربوية من حياتهم وتستفيد وتنقلها إلى طبعك. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول تراجم القوم أو أخبار القوم أحب إلي من كثير من الفقه. نعد نتذاكر، يعني مثلا لو ذكرنا حد مثلا من العلماء المتأخرين زي سفيان الثوري كده. سفيان الثوري رحمه الله ده كان يضرب بورعه المثل. السلطان أمير المؤمنين أراد سفيان الثوري أن يكون قريبا منه، خاف سفيان على نفسه إن هو إذا اقترب من السلطان لان له ولم ير مخالفاته مخالفات فبعد. وكان ينصح أي إنسان بالبعد. المسألة دي مسألة القرب من السلطان والبعد من السلطان السلف لهم فيها قولان. قول الأول
اقترب. ليه؟ لأنك إذا لم تقترب اقترب الفاسق والأمير أو الحاكم أو الوالي كما قال الليث بن سعد كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي، يعني المصب بمصب النهر. لو أنت عايز تعكر النهر كله زي ما بعض الناس كده على مصب نهر النيل عندنا جاب الاستاكوزا، يعني حيوان بحري بياكل السمك، فعايز يضيع الثروة السمكية، فجاء من مصب النيل وقام أفرغ ليه الاستاكوزا بتنمو كده كالدود وبتلتهم الأسماك كلها. طيب ما كده طالما صب المسألة دي وضعها في المصب كل السواقي والقنوات هيدخل منها الكلام. فهو عايز يقول كده، يقول الوالي كرأس العين، إذا تكدرت رأس العين تكدرت السواقي التي تأخذ الماء من هذا العين. فالعلماء بقى على فريقين، واحد قال لا تقترب لأن أنت إذا لم تقترب اقترب فاسق، وبعدين هيغريه يعمل قوانين وبتاع يوم إيه يتعب الرعية كلها. إذا كنت أنت واثق أن أنت في قربك لن تبدل دين الله ولن تبدل الفتوى ولا الكلام ده. طائفة أخرى قال لك لا ابعد واسلم، منهم سفيان الثوري. المهم الخليفة عايز سفيان، فاشتد سفيان هربا. شوف الإمام سفيان ده هو كوفي في الأصل، هرب راح البصرة، وعلشان ما فيش حد يعرفه اشتغل عامل على بستان. طبعا الخليفة قال اللي هيجيب سفيان هديله 10,000 درهم. تعرف بقى أغلب الناس ممكن يبيعوك مع أول محطة، 10,000 درهم يدل عليك وبلغ فيك وياخد فلوس. فسفيان الثوري بقى ايه راح بستان في البصرة كده واشتغل غفير على البستان عشان مش حد يعرفه. فمر به رجلان، اشوف بقى بحكي لك حكاية ممكن تؤثر فيك كثيرا وتقيم قدميك على الصراط. مر بسفيان رجلان، فواحد قال له ايه، قال له هات لنا تمر ناكل. طبعا ده عابر السبيل وبتاع، فالمهم جاب له رطب وحط الرطب امام الرجلين فبياكلوا بيتسهروا مع بعض كده. فقال احد الرجلين لسفيان رطب الكوفة احلى ام رطب البصرة؟ فقال له سفيان اما رطب البصرة فما ذقتها. قال لا ده انت غفير بستان رطب مش هتاكل، ده احنا بنقول طباخ السم بيدوق، يبقى انت ازاي راجل غفير على بستان وفي البصرة كمان وما تاكلش رطب البصرة؟ قال اما رطب البصرة فما ذقتها. فقام واحد من اللاعبين ايه قال له والله ما اكذبك، ان الكلاب في البصرة لتأكل الرطب من كترها يعني. فقام واحد من الاثنين موطع على صاحبه قال له اقسم لك هذا سفيان الثوري، يلا نبلغ فيه عشان ناخد 10,000 درهم. أول ما سفيان حس بالمناجاة دي اشتد هربا، ساب البصرة وفضل هربان ومش عايز الخليفة يعتر بيه. ليه؟ خايف على نفسه. الإنسان الهارب بيبقى خايف، بيتصور كل بني آدم جاسوس وكل إنسان عارف القصة بتاعته، كل إنسان هيبلغ فيه، فماشي بقى الهربان عمال يبص يمين وشمال. المهم الشرطة شافته بيبص يمين وشمال قال لك ده حرام لسه، لأن كان من خوارم المروءة قديما أن تلتفت في الطريق. فقبضوا عليه ودوا لمين بقى؟ ودوا للمحافظ بتاع الإقليم ده. صادف بقى أن المحافظ بتاع الإقليم ده معن بن زائدة الرجل الجواد الذي يضرب بجوده المثل. فدخلين واخدينه قبضين عليه بقى، وسفيان يعني باين عليه أنه مخضوب. قالوا له احنا لقينا الرجل ده عمال يتلفت كده وبتاعه. فسأله معن بن زائدة قال له اسمك ايه؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو صادق، هو عبد الله وابوه عبد الرحمن، كلنا عبيد لله عز وجل. فأحس معن بن زائدة ان المسألة مش مظبوطة كده، فقال للحرس اخرجوا. وقال اقسمت عليك بالله لمن تسبت، قل اسمك صح، ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. تعرف قال له ايه معنى بزائلة؟ قال له خذ اي طريق شئت، اهرب بجنبك، والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها.
فضل بقى الخليفة يدور على سفيان هربان من بلد لبلد. ففي موسم الحج قالوا للخليفة الرجل ده يعرف سفيان، فقام رمينه الختم بتاعه، ختم الوشعار الدولي اللي احنا بنقول عليه ختم النسر ده اللي كل المصالح هتمشي بيه، قام رمينه الختم وقال له خذ هذا واعطه لأبي عبد الله وقل له يحكم في الناس بالكتاب والسنة. وانا عايز سفيان ليه؟ انا عايز يبقى جنبي استفتيه والكلام ده. فالراجل راح لسفيان في المخبأ بتاعه قال له ده الامير قال كذا وكذا وكذا، قال له يا مغفل انا لا اخشى اكرامه، انا لا اخشى اهانتهم ولكن اخشى اكرامهم فلا ارى منكرهم منكر. كان من عقيدة سفيان ايه؟ انه مات هاربا، مات في بيت يحيى بن سعيد القطان، كان حجره راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي. وبينما هو كذلك إذ بكى بحرارة فقال له حماد بن سلمة أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. سفيان يقول هذا الكلام كلما غلظ دين المرء زاد خوفه. وسفيان الثوري رحمة الله عليه قال له مرحوم بن عبد العزيز لما رآه يبكي قال له اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. فما تقرأ الكلام ده في ترجمة سفيان أو في ترجمة مثلا حماد بن سلمة أنه لو قيل لحماد القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. فلما تقرأ سير هؤلاء العلماء هتستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن تعلم أن هذه الأمة عظيمة وأنها أمة ولادة متخصصة في صناعة الرجال، وأن أمة تنجب أمثال هؤلاء لا تموت أبدا، يديك الأمل لا سيما في زمان الضعف والهوان. الحاجة الثانية أن تقبس من طباع هؤلاء ومن عبادتهم ما يعينك على أن تسلك دربك. يعني منصور بن المعتمر رحمة الله عليه كان كثير القيام، وبعدين لما مات جارهم ولد كده سنه 14-15 سنة قال لأمه إيه؟ قال لها يا أم أين النخلة التي كانت على دار منصور؟ كل ما يطلع يلاقي حاجة واقفة كده، تمام؟ فتصورها نخلة، فقولها فين النخلة اللي كانت على دار منصور؟ قالت يا بني هذا منصور مات. منصور ده كان يقوم الليل فتتورم قدمه، وأشرف أركان الصلاة القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت أو طول القيام. كان يفضل واقف، تطلع تلاقيه واقف يقرأ زي سفيان الثوري برضه. سفيان الثوري هو مستخبي كده من الخليفة ظل 3 أيام لا يجد طعاما ومش راضي يكشف نفسه، لأنه لو كشف نفسه هيقبضوا عليه على طول. فكان على طول حاطط عباية كده على إيه؟ على راسه كده وبتاعه مستخبي. عبد ربه ابن شهاب أخت سفيان قالت له أنت رايح مكة؟ قال لها نعم. قالت له ممكن تاخد الزوادة دي لسفيان؟ قشطة وسمنة وفطير وبتاع والكلام ده. فبيقول إن أنا رحت فوجدت سفيان سلمت عليه مرضاش يرد السلام، السلام عليك يا أبا عبد الله مرضاش يرد السلام. قال له أنا جاي من عند أختك وجايب لك أكل. أول ما قال له أكل قفز سفيان وقال قرب. قال فأكل أكلا جيدا، ما كلموش خالص، أكل أكل تمام يعني. وبعدين قال ثم التفت إلي وقال إذا زيد في علف الحمار زيد في عمله، ثم قام الليل حتى برق الفجر. يعني لما أكل ها اشتغل. وفي الرواية الثانية قال له إيه؟ قال إذا زيد في علف الحمار زيد في، قال أطعم الحمار ثم كده.
عشان احنا لسه بنتكلم بقول لك الشيطان ممكن يخلي الانسان ياكل اكل تمام لحد ما يملى معدته وينام عن الورد بتاعه، عشان الثوري اكل لحد ما ملى بطنه وقام يصلي. فانت لما تقرا سير هؤلاء العلماء والعباد وتترقى بقى لما حد ما تقرا على الصحابه، لا شك ان هذا يعينك كثيرا على تحقيق الاستقامه. اسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ونقول له جزاك الله خيرا على هذا الكلام الطيب، ونذكركم بمحاضرة الغد، فمحاضرنا هو فضيلة الشيخ نبيل العوضي، ومحاضرته بعنوان لو أن الله هداني. لو أن الله هداني هو محاضرة الغد لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. وجاء وقت السحوبات الآن، فنسحب إن شاء الله على الجوائز.